دكتور حسن حجر تولين جدة في حفل تكريم يقيم الدكتور حسن حجر لعدة شخصيات منهم أستاذ رشاد سمرتي شوف عمر الجاسر وأخي حبايب إنسان فرد لكن بوجودكم بيصير كمجتمع كأنه مجموعة كبيرة جدا. العملية للتكريم ده عملية مجرد عملية رمزية لأنه كل واحد فيكم المفروض أن يكرم مرة واثنين وثلاثة وكذا وكذا وكل واحد مننا الحمد لله حاول أنه يعمل بصمة في بلده. طبعا كل واحد على قد جهده على قد مركزه وفي ناس حقيقة برعوا بيناتنا إحنا لا ننساهم وفي نفس الوقت ما ننسى الآخرين. البلد اللي بنعيش فيها زي احنا بنقول فيها تميز فيها تميز احنا ساعات ما نشعر بهذا التميز الا بيسافر برا وبيدرس برا بيشعر انه بكرم ايا كان سواء كان رجال او نساء شباب او شابات احنا بنشعر حتى بيعلقوا صورهم على 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 الشوارع انه هم كونوا مميزين في ابحاثهم في سلوكهم. واذا كنا احنا بنقول دائما لو احنا طلبه واحنا كنا بندرس احنا سفر لبلدنا احنا السفير ما هو مجرد انه رم يعني رمز من الدوله. كل واحد فينا يسافر لابد انه يكون سفير لبلده انه يظهر معالمنا ومحاسنها ويظهر اخلاقنا احنا كشباب سعودي مميز. ربنا اكرمنا بهذا البلد الكريم اللي فيه الحرمين الشريفين اكرمنا بما قدموه ولاة امورنا واحنا نفخر هذا الشيء لولاد ان احنا نقول للعالم كله احنا الان متميزين. الان انتم شاعرين في المملكه العربيه السعوديه بدا لها ثقلها وزنها على مستوى العالم وصارت كل واحد يقول في المملكه العربيه السعوديه واحنا الحمد لله ربنا اكرمنا من السابق بهذا الدين الحنين اكرمنا بوجود مكه المكرمه والمدينه المنوره اكرمنا في هذا البلد الكريم. فشكرا لكم حقيقه بكل امانه وحب وصراحة وود. أنا أرجو أنكم تقبلوا مني يعني تواضعكم أنكم شرفتوني وأنا أشعر أني أنا أنتم اللي كرمتوني الليلة مو أنا اللي أكرم بعض منكم. شكرا لكم والسلام عليكم. شكرا دكتور. طبعا الليلة إحنا سعدنا بوجود هذه الكوكبة الجميلة من الإعلاميين والمثقفين والفنانين. واسمحوا لي أن أذكر الفنان الموسيقار القدير جميل محمود والموسيقار الكبير المجدد في الألحان العربية والسعودية الأستاذ طلال باغر قطع صوتي طبعا نحن ما نسمع كلمتين من الأساتذة الكرام لكن بعد الهدايا بعد تبادل الهدايا وبعد التكريم الآن كلمة نيابة عن الوسط الفني والثقافي للفنان حسن اسكندراني الفنان الوفي الذي تجده دائما عندما يكون الوفاء. تفضل أستاذ. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر الدكتور حسن حجرة في ضيافتنا هذا المساء في فندق الأندلس تولين بضيافة المكرمين معنا هذا المساء. وأنا مالي إلا أقدم نيابة عن الأسرة الفنية تحية لحبيبنا الدكتور عمر الجاسر بحضور الدكتور جميل محمود والأستاذ طلال باغر والأستاذ خالد فوزي محسون والدكتور محمد الحميدي والجميع. انا ما عندي كلام اقوله كثير ولكن نترك المجال للاستاذ محمد الراعي هو المتحدث. شكرا لكم. شكرا استاذ حسن. طبعا احنا قاعدين ناجل موضوع تبادل الهدايا لكن خلونا نسمع صوت المحتفى بهم الليله المكرمين. نبدا بالأستاذ رشاد سمر الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أشكر الدكتور حسن حمزة حجرة رئيس بلدية الطائف الأسبق، الذي دائما ما يكون بجانبي في السراء والضراء، أشكره جزيل الشكر. وأشكر جميع من حضر من مكة ومن جدة ومن ينبع من الطائف، جزاكم الله خير على حضوركم. وأشكر طبعا الموسيقار الدكتور جميل محمود الذي أتى من مكة المكرمة، وأشكر الموسيقار الأستاذ طلال باغر، والدكاترة الإخوان والدكتور الحميدي الشاعر الموهوب. طبعا أشكر الجميع فردا فردا بأسمائهم، ولا أطيل عليكم في هذه الليلة التي نحتفى فيها والفنانين الإخوان معنا، الدكتور عمر الجاسر والأخ الدكتور جمال صابر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. سيدنا محمد قال رضي الله صلى الله عليه وسلم: الخير في أمتي إلى قيام الساعة. جمعتنا اليوم فضل من الله ونعمة، وإحنا آمنين سالمين متحابين بفضل الله. أولا للدكتور حسن حجرة والأستاذ حسن اسكندراني والأستاذ محمد الراعي وفريق العمل والحضور الكرام كلهم باسمه ومقامه وقيمته. إحنا بلد الحمد لله تربينا على الدين الإسلامي، وربونا أهالينا الحب والاحترام والتقدير والعطاء. أنا تشرفت أني أخدم وطني سواء من خلال مسرحي، سواء تشريفي بجمعية الثقافة والفنون حتى انتهت فترتي. الحمد لله توفقت واكرموني الأساتذة الكرام، النجوم، الرواد، جيل الوسط، جيل الشباب، أنهم تضامنوا معايا وتكاتفوا معايا. والحقيقة أنا ما كنت لحالي، كان معايا فريق عمل في الجمعية على رأسهم زميلي فيصل زياد، زملائي وزميلاتي هم أصحاب الجهد الحقيقي، يضحوا بوقتهم وصحتهم حقيقة وأمور مادية كثيرة عشان جمعية الثقافة والفنون في جدة تكون منارة إشعاع وتخدم الوطن داخل المملكة وخارج المملكة. بفضل الله إن شاء الله إحنا كنت وفقنا، وأعتذر لتقصيري أنا وزملائي إذا قصرنا في أي شيء. إحنا اجتهدنا يعني بما قدرنا عليه، ربنا ما ادانا منه من حب وقوة وعطاء، واستمدنا من أساتذتنا الكبار. والحمد لله على كل حال، أنا أشكر الدكتور حسن حجرة والحضور الكريم كلهم باسمه علشان لا أحد يزعل مني، كلكم على راسي وأكرمتوني وشرفتوني. ويا رب أقول في الختام: دام عزك يا وطن. أكاديمي المجال العلمي الدقيق الأستاذ الدكتور جمال صابر محمد صابر. تفضل دكتور جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يشرفني أني أبدأ التعريف عن نفسي بأني نسيب للدكتور حسن حجرة. طبعا يعتبر أستاذنا من مرحلة البكالوريوس، انضمينا للجامعة في أواخر السبعينات من القرن الماضي. كان أول رئيس قسم العلوم الأحياء، وهذا انتسابنا لقسم علوم الأحياء بكلية العلوم، ثم تدرج إلى عميد كلية الأرصاد، وكان أول عميد لكلية الأرصاد، من بعدها غادر الجامعة إلى أمانة مدينة جدة. تدرجت الحمد لله في هذه الجامعة من مرحلة البكالوريوس، وتعينت على وظيفة معيد، وبعدها تحصلت على الماجستير وتعينت على وظيفة محاضر. ثم بعدها كانت لي شرف الفرصة أن يطرق الباب للنسب الغالي الكريم، وتزوجت من الابنة الكبرى للدكتور حسن حجر. سافرنا بعدها أنا وزوجتي إلى بريطانيا مبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه، وعدنا الحمد لله لأرض الوطن بهذه الشهادة. ثم تدرجت في أو اخترت للمرحلة
الإعدادي في جامعة الملك عبد العزيز كمشرف رئيسي على برنامج يعرف برنامج الدراسات العليا للطالبات الإشراف المشترك، الطالبات اللي ما يستطيعن السفر لوحدهن لتحضير الدراسات العليا، فأنشأت لهم الجامعة البرنامج الخاص بهم وبالتعاون مع جامعات أجنبية، سجلنا في جامعات أجنبية وعين لهم مشرف داخلي ومشرف خارجي، وكنت أنا المسؤول عن هذا البرنامج حتى تحصلت الجامعة على مخرجات تقدر ب 65 دكتورة في ذلك العهد، طبعا الشهادات كلها من الجامعات البريطانية. ثم انتخبت عميدا لشؤون الطلاب لفترتين إلى 1424، ثم عدت بعدها مرة ثانية إلى القسم لتأسيس مجال علمي جديد في ذلك العهد في 2011 يعرف بعلم الجينوم والتقنية الحيوية Genomics and Biotechnology، وتدرجنا في ذلك العلم، والجامعة كان لها الفضل والأساس في دعم هذه المسارات الجديدة حتى عهدنا الحالي. ثم تولت بعد ذلك وزارة التعليم الموقرة دعم المسارات البحثية بتأسيس مراكز بحثية في الجامعة في عدة مسارات، وكنت متقدم بمسار العلوم الحيوية متناهية الصغر اللي نسميها بايو نانو ساينس، وتفضلت الجامعة مشكورة بتأسيس هذا المركز وشرفتني بالتعيين مؤخرا مديرا لهذا المركز، وأسأل الله العلي القدير أن يكون هذا المركز نواه ونتاجها لكل ما تطمح به الجامعة وهذا الوطن الكبير. أنا هذا اللي حبيت أقوله لأني ما عديت أي كلمة سابقة، لأني ما أعرف من عمي أنه هذه الجلسة جلسة اجتماعية ورسمية، ظنيتها فقط جلسة اجتماعية لتناول العشاء والانصراف، لكن هذا ما عندي، وتشرفت بكل الحضور الكرام، شكرا جزيلا. اليوم الجمعة 16 مارس 28 جماد الآخر 1439، سعدنا الليلة في فندق الأندلس تولين على الكورنيش، على الكورنيش، ومعي ابن الطاي وابن الوطن الدكتور حسن الاسكندراني. حظينا بحضور وتشرفنا بحضور ليلة تكريم ووفاء لمجموعة يتقدمهم الشيخ رشاد صبر الدين وعمر جاسر والدكتور جمال. الحقيقة الليلة طائفية في هذا الجو، حتى بجوها. نعم، ونحن كأننا متواجدين في الهدى ولا في الشفا مع الجو. حقيقة احنا يمكن المشاهد ما حيصدق الكلام ده، لأن فعلا الجو بارد هذا المساء واحنا قاعدين في السطوح، ونحن في أعلى ما في الأوتيل. حقيقة الشكر موصول لمعالي الدكتور حسن حجرة على جهوده وعلى ضيافته لنا في هذه الأمسية، ما لنا إلا نشكر أخونا وحبيبنا روي على التغطية الدائمة في مناسباتنا. أقول له ألف شكر، وألف شكر لأهالي الطائف أيضا اللي هم دائما يتابعونا في كل مناسبة وفي كل المحافل، والإعلاميين بشكل عام. الأستاذ حسن، أنا إحنا نيجي نغطي ونشعر بالسعادة، يعني نغطي إحنا المكرمين كان إحنا مكرمين، يعني المكرم واللي يكرم كأن إحنا مكرمين وكأنه إحنا مكرمين، لأنك تشارك الناس فرحتهم، تشارك لمسات الوفاء هذه، تشارك الناس يعني المشاركة الاجتماعية هذه اللي فيها نبل وجميل يكون في مجتمعنا باستمرار ومستمر. والله نحن نفتقد هذه الجزئية درويد بالنسبة للأخوة في مبادراتهم للتكريم والتقدير والشكر لمن قدم في هذه الساحة الفنية أو الساحة الثقافية والأدبية أو الاجتماعية. إحنا ما نحظى بالتكريم إلا في مؤخر وفاة الشخص أو في وفاته، يكرم بعد وفاته، لكن إحنا ما احنا جهة رسمية، ولكن احنا نحتفي بنفسنا، نحن نمثل المجتمع. نعم بالضبط، نمثل المجتمع. ولكن انا اتمنى ان الجهات الرسمية تكرم كل من ادى رسالة في هذه الارض الطيبة، ونحن في النهاية كلنا مكملين بعضنا بخدمة الوطن، بخدمة الوطن وخدمة حكومتنا ايضا. الحين ايش براد سمر الدين حاضر، نتذكر قهوة سمر الدين من اول، الحين براد الشاهي ان شاء الله وذكر الطايب كمان ان شاء الله. الله يعطيك العافية.